أخذها نصيحة من مجرب. الناس اللي حجمها صغير خلي يكون حجمها صغير. تقول لي علي شلون؟ ياك علم إن في ناس سولفوا فيك، عذربوا فيك، طلعوا فيك حكي وقالوا فيك اللي ما ينقال. ناس يو وتيمعوا وقرروا بأن أنت إنسان مو زين. ليش؟ كيفهم؟ شافوا منك شيء؟ لا زين، خلهم على صوب. ناس تسوي لهم وايد وما تقصر معاهم وايد، ومع أول زلة منك أو قصور غير متعمد صرت أنت اللي فيك الفاعل التارك إلى آخره. ناس تستبيح أن هي دايما وأبدا تقول رايها فيك وأنت مو مسموح لك بأن أنت تعلق عن أي شيء يخصهم. ناس مبدأها غير واضح بهالدنيا. ناس قناعها مرد بيطيح. ناس شفت باجي الجملة شلون أنت كملتها؟ منافقين، مو زينين، كذابين، وسميناهم أسوأ التسميات وأطيحها، صح؟ لما تقعد تقول منو هذول؟ شنو هذول؟ ليش أعطيهم أكبر من حجمهم؟ نعم، ليش ما أدريش، بس أنت قاعد تسولف عنهم، تعطيهم أكبر من حجمهم؟ أن أنت قاعد تسمح لهم يأثرون عليك، أن أنت قاعد تسمح لهم يأثرون فيك، تعطيهم أكبر من حجمهم أن أنت تفكر فيهم وتبالغ بالتفكير. قاعد تعطيهم أكبر من حجمهم لما تغير من نفسك، تغير من نفسك لأنك صدقت اللي هم قاعد يقولونه، تغير من ثقتك بالناس، تغير من طيبتك، تغير من عطائك، لأن انقرصت من فلان التافه وفلان العليل وفلان النذل وفلان اللي ما يسوى بيزة. هذيلا كلهم لأنهم ضروك، يمكن أنت تقول إيه ضروني، طلعوا من حياتي اليوم. شنو يعني؟ شنو يعني؟ ركز شوية. إش كثر صرت تخاف؟ إش كثر صرت ما تأمن؟ إش كثر صرت ما تفتح قلبك حق أحد؟ إش كثر صارت في عندك محاذير ونقاط حمراء؟ هذا ما يا من فراغ، هذا يا من المجموعة التافهة اللي سولفنا عنهم بالبداية. كلنا معرضين لهالشيء، كلنا ياما وياما فتحنا يدينا ورفعناها للسماء وقلنا يا رب، يا رب خذ بحقي، يا رب خذ بحقي. قالوا فيني اللي مو فيني، صوروني شين، سووني مو زين، ما بين بالعين ولا شيء من اللي سويته. يا الله يا رب أنا انظلمت والظلم ظلمات، وسلم أمري لك يا رب العالمين وينتهي الموضوع. سوها، سوها، لا تسمعها مني بس وتطفي الراديو وتكمل نهاية الأسبوع مالتك عادي. سوها حجمهم. أقسم برب الكعبة والله واللي رفع سبع، أكثر شيء يكرهونه هالشاكلة من البشر تحجيم. إن لو مهما قالوا فيك ما ضرك، ولو مهما عذربوا فيك ما ردوك ورا. لا تستخدم كلامهم، لا لا، استخدمهم أهما طبقات لك واصعد أهما. تدري ليش؟ لأن أكثر شيء بايخ فيهم على الرغم من جميع ما فات إنهم جبناء، والله ما يقدرون ينطقون كلمة بوجودك ولا بحضورك. وإن شافوك ناجح صرت حبيب العين، وإن شافوك مرتاح صرت تاج الراس. إن بغوا حاجتهم منك صرت أنت اللي بالقلب، أنت راعي الوقفات الزين الطيب. انتهى. خذوها من مجرب يا جماعة، خذوها من مجرب يا جماعة. والله ما ارتحت إلا لما حجمتهم، عطيتهم القدر اللي يستاهلونه بيومي وبحياتي. كنتوا شيء مهم، كنتوا ناس مهمة، كان رأيكم مهم ويأثر وتأثرون. اليوم انتو والعدم سوا، تبون اهلا وسهلا، ما تبون ما فرق عندي.
إذا تظنون إن إحنا بنسوي نفسكم وبنمشي وبنشوه صورتكم وبنقول فيكم اللي مو فيكم، لا لا اهدوا، لا سلمنا ولا رباطنا ولا إحنا. إحنا نرفع يدينا حق رب العالمين وبس، وحقنا لايانا من رب العالمين يكون أحلى. وها ترى الدنيا تدور، أوكي؟